مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أعلن الجيش العراقي اليوم بدء عملية عسكرية لتحرير عدة مناطق في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار من احتلال تنظيم داعش، وأكدت قيادة العمليات المشتركة مشاركة قوات الجيش والحشد الشعبي في العملية العسكرية. بث تنظيم القاعدة تسجيلا صوتيا جديدا لحمزة بن لادن نجلي زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، يحث فيه الفصائل المتشددة المقاتلة في سوريا على المصالحة. ولفت حمزة بن لادن في كلامه إلى تدخله لحل الخلاف الذي وقع بين أبو محمد الجولاني والشرعيي هيئة تحرير الشام. أصيب 8 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في قصف جوي شنته طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام في محافظة دير الزور شرقي البلاد. وقال مسؤول إن الطائرات التي استهدفت قوات سوريا الديمقراطية انطلقت من أراض تخضع لسيطرة النظام ومواقع أخرى على الضفة الشرقية لنهر الفرات. أعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي أن جهود بلادها لن تتوقف حتى تستقر سوريا، وذلك سيكون دون وجود الأسد في الحكم، وأضافت أنه لن يكون هناك دور لإيران في سوريا بعد القضاء على داعش. قال الجيش اللبناني إنه اعتقل متشددين كانوا يخططون لشن هجمات في البلاد بعد تحذير سفارات أجنبية لمواطنيها بعدم ارتياد أماكن عامة. وتابع الجيش أن مديرية المخابرات نفذت عدة عمليات دهم أدت إلى توقيف 19 شخصا مرتبطين بخلية تابعة لتنظيم داعش. أعلنت السلطات البريطانية اليوم اعتقال شاب يبلغ من العمر 18 عاما في منطقة دوفر جنوب شرقي إنجلترا. وقالت مصادر أمنية إن الاعتقال جاء في سياق المطاردة التي تقوم بها أجهزة الأمن منذ تنفيذ اعتداء بالمتفجرات صباح الجمعة في محطة مترو أنفاق بارسنز جرين غربي العاصمة لندن. أدت الاضطرابات والاشتباكات المستمرة في إفريقيا الوسطى غير المستقرة منذ سنين عديدة إلى تهجير ما يقارب 1,100,000 شخص، أي حوالي ربع سكان البلاد. ولفت الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى أن الأعداد الحقيقية ربما تكون أكبر بكثير. دعت وزارة الداخلية السعودية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط أو منشورات تروج للإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي عبر تطبيق كلنا آمن. شكرا.